بنرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات هذا البرنامج عبر قناة جوسات. احنا الآن موجودين في منطقة الصوفية في معرض سلمية، ومعي الآن الأستاذ زكي عبد القادر كربوني. مساء الخير. يا أهلا بك، حياك الله. أستاذ زكي، بداية نعرف أستاذ المشاهدين بحضرتك. أنا عندي محل هون بالصوفية، محل خدمات تصليح أحذية وشنط، وعندي هون مسوي اكسسوارات وملابس داخلية وبسكات هاي ومشدات، يعني خدمات تانية هاي. عندي المحل مقسم قسمين، القسم السفلي مبيعات هاي الاكسسوارات، والقسم العلوي من المحل تصليح أحذية وشنط. المحل تقريبا صار له 25 سنة، محل بتمتع بشعبية عالية، الشعبية لا تأتي من الفراغ، السمعة الطيبة والشعبية احنا بنحييك عليها، ولكن يعني ما الذي جرى؟ انتم كنتوا بهذا المساحه القليله ولا كان المحل اختلف؟ لا، هي نفس المساحه، احنا اضفنا هذه المهنه لضعف المهنه الثانيه اللي هي انتم تصليح الشنط والاحذيه. أيوة، اضافه لذلك الان بيع ايوه وزياده الايجارات طبعا، وانه يعني مصاريف العامه، فاضفنا هاي المهنه. استاذ زكي، تحدث عن ابرز المشاكل والمواقف تواجهكم بهذا الموقع، سواء من مع أمانة عمان أم مع السير أو ما شابه. بالنسبة لأمانة عمان لا، ما في أي مشاكل معها نهائي، الرخصة دائما إحنا من دائما سنوي من جددها. أما بالنسبة للسير، عندنا شرطة السير دائمة المخالفات، يعني زباين بدأت يعني تبعد. ليش الزبون؟ انا بالنسبه لي ينزل بيكون بيسوي شغله بليرتين بثلاث ليرات، بينزل بيلاقي مخالفه عليها 15 دينار، فما بيعود يرجع تاني مره. فبنطلب احنا يعني من اداره السير، شاكرين لهم طبعا تعاونهم، انهم يخفوا علينا شوي بالمخالفات، لانه كل الناس يعني انا بالنسبه لي سياره بتكون واقفه هون امام محلي كل يوم في مخالفه تقريبا، او بالاسبوع مره او بالشهر مره. يعني شو الحل بهذا الموضوع؟ الحل انهم يتعاونوا معنا. سمح بالوقوف. احنا في مثلا محلات خدمات، زي مثلا محل الخلويات بينزل بيشتري مثلا زبون كرت، او بيجي محل الصرافة بينزل بيصرف فلوس، انا بينزل بيعطيني شغلة اسوي له اياها ما بتستغرق دقيقة واحدة، او بيجي بيستلم مني شغلة بتستغرق كمان دقيقة واحدة استلامها ودفع فلوسه، بلاقي المخالفة موجودة. يعني ما بيمهلوا انه المواطن انه وين هذا راح، حتى لو كان مثلا مرات بيكون الشارع فاضي او بالمساء بلاقي كمان مخالفة، بيجي بيسوي توقيت عندنا. طب التوقيت لو كل يوم وكل وقت موجود بنقول صحيح ما في عليه خلاف، بس متركوا الناس شهر وبيجي الشرطة بوقت وحط لك مخالفة. طيب يعني بدنا نعرف هاي اثرت علينا على البيع، ان صار زبون يقول لك انا ما عاد ارجع عليك، او عندي وعند غيري وعند اكثر المحلات. ليش؟ المخالفات كثيره موجوده عندنا هون. اما بالنسبه للامانه، لا الامانه ما في اي مشاكل معها. اما السير عندنا هون صراحه هي مشكله. نتامل من الزملاء بالعلاقات عن متابعه الموضوع مع اداره السير، وان شاء الله يكون في حلول للموضوع ان شاء الله. نتحدث عن الان توسعتوا انتم بمجال اخر، طبيعه العمل الاخر ومصادركم بضائع. طبعا نشتري من داخل السوق عندنا من هون من الاردن، من بائعين الجمله، والارزاق على الله، بنشوف ايش اللي ماشي بنكرره، والشيء اللي مش ماشي ما بنعيده. طبعا عندنا هون مجال الشالات ومجال البدي النسائي ومجال المشدات هاي والكولانات الستاتية، وعنا يعني بيصير ملابس بجامات ستاتية وقطنيات من فانيلات رجالي وداخل رجالي، وملابس أندروير نسائية. وطبعا منشوف ايش اللي ان شاء الله والنواقص، ومنشوف طلبات الزباين، واللي مطلوب اكتر منجيب منه، واللي مش مطلوب ما منعيده ما منكرره تاني مرة. وهيك على هذا الأساس يعني، وإن شاء الله إحنا يعني هاي في البداية، إحنا يعني صرنا يعني فترة وجيزة غيرنا هذا هون، سوينا المحل هيك، وإن شاء الله يعني نتأمل إنه ربنا سبحانه وتعالى يعني
بالاتكال على الله انه نضلنا ماشيين بهاي المهنه ان شاء الله. ان شاء الله. طموحاتك استاذ الكريم يعني بهذا المجال الى اين؟ شو في مجال التوسع بالمستقبل؟ طبعا ان شاء الله بيصير اذا كان الشغل يعني جيد بيصير متوسع، ممكن ياخذ الانسان حل ثاني ويتوسع، وممكن يصير يستورد بضاعه طبعا لنفسه على الاقل مش لانه لا يبيعها، ويتميز في هذه الخط او هذا المهنه. نعم. وبالنسبة لمهنة الأحذية، الأحذية طبعا تيجي أنواع كمان، وهون فن تصليح الحذاء. هلأ في أحذية عندك تبدأ من 10 دينار، في أحذية بتنتهي ب200 و300 دينار، أحذية غالية، فبده يكون يتعامل معها بطريقة فنية طبعاً. في إلكوا زباينكم طبعا الحمد لله، إلنا زبايننا وناس يعني كلهم يعني ناس وقورين والحمد لله رب العالمين، وبيرجع علينا لأجل أنه الشغل فني فيها بهذا الكار أو بالشنط. كمان بنصلح الشنط يعني تصليحها الصحيحة، إلا إذا فيها يعني بيكون مرات باختلاف بسيط. الشنط يعني على السفر والنسائية والستاتية. الستاتية برضو عندكم خدمة إذا المسكر الشنطة أرقام نفتحها ترجع طبيعيه؟ ترجع طبيعيه بدون كسر، بنرجع بنفتحها على الارقام اللي نسيها. طيب بحال مثلا تم خلع الشنطه بتتظبط؟ هلا اذا خلع الشنطه وموجود منها القطع هاي موجوده بنظبطها، اذا ممكن اصلاحها بنصلحها، اذا ممكن اصلاحها بنصلح هذه الشنطه. اما مرات بيكون كاسر القفل كامل لازم استبداله. هلا فمرات مش موجود هذا عندك قطع كل شيء متوفر؟ هلا مرات لا بنجيب والله من السوق، بنشتري من السوق عادي. شيء جميل. هلا كان عندي قطع كنا جايبينها من الصين، بس يعني طبعا بدها روحة تاني لانه الشنط تختلف من شنطه لشنطه، من شنطه نسائيه لشنطه نسائيه، يعني اختلاف كلي. طيب استاذ زكي، نعمه الامن والامان شو بتعني لك؟ نعمه هي من احسن وافضل نعم ربنا اللي انزلها علينا، نعمه الامان. يعني نعمة الأمان زي أحسن من يمكن نعمة الطعام، أحسن من نعمة الشراب. ليش؟ مدام أنا مطمئن آمن في بيتي على أهلي وعلى أسرتي وعلى أولادي، هذه من أفضل النعم. أما الأكل والشرب الإنسان بيعيش عادي الحمد لله رب العالمين شو ما أكل، بس الأمان واحد بيهددني كيف؟ والحمد لله يعني نشكر الله ونشكر جلالة الملك على الأمان اللي خلى البلد في قمة الأمان، الناس تيجي بتشوف عنا الأمان. طيب نحدد موقع سيدي عنوانكم، أوقات دوام، رقم التليفون. احنا محلنا صوافية مقابل أفينيو صوافية مول، مقابل بوابة رقم 2، قريب من الدوار السادس. كان قريب منكم؟ لا مش قريب، هنا هون مجمع فيصل القاضي، شارع صلاح سحيمات. واضح هو الأرقام تظهر على الشاشة الآن. أنا بحييك، بدي منك كلمة بنهاية اللقاء، دعوة لمزار هذا المحل من سكان منطقة صوفية وجبل عمان المنطقة المجاورة لزيارتكم. شو بنقدم خدمات؟ بنقدم لهم إن شاء الله الخدمات اللي نقدر عليها إن شاء الله لأي زبون بيجي عندنا هون، تصليح الشنط، تصليح الشنط وتصليح الأحذية وكل ما يتطلب، حتى من الملابس في خدمات. أيوة إن شاء الله بنقدم لهم إياها قدر المستطاع. شكرا جزيلا استاذ زكي، شكرا شكرا لكم جميعا، شكرا لكم.